وبشأن محاولات النظام السوري إعادة تدوير نفسه والتطبيع مع دول الجوار، ينضم إلينا عبر الهاتف من غازي عنتاب الباحث السياسي السوري الأستاذ حسن النيفي. أستاذ حسن، بداية مرحبا بك. بعد محاولات روسيا تدوير الأسد ونظامه وفشل ذلك، لجأ النظام إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتبييض وجهه. هل ترى أن ما فشلت فيه السياسة يمكن أن تحققه وسائل التواصل الاجتماعي؟ مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. مساء الخير. لعله بات من الواضح أنه في ضوء هشاشة الموقف الدولي من نظام الأسد وبعض المحاولات من بعض الأطراف العربية التي تريد أن تعيده للجامعة العربية، رأينا أنه هو من طرفه يتفاعل مع هذه المساعي علّه يستعيد صورته السابقة قبل 2011 في أعين المجتمع الدولي وليس في أعين السوريين، لأن السوريين يعرفونه تماما وصراعهم معه بات صراعا وجوديا وليس صراعا سياسيا. ورأيناه منذ فترة قام بزيارة مدينة حلب، ولعل يعني انعدام الوازع الأخلاقي لدى بشار الأسد وزمرته لم يبين له أنه يقف أن حلب التي دمرها وهجر أكثر من نصف سكانها، وأنه حتى الآن لم يستطع إزالة الأنقاض، أنقاض الدمار التي وقعت فوق رؤوس الناس، حتى الآن لم يتمكن من إزالة الأنقاض، ولكن يبدو أن شدة الوقاحة حدث به إلى أن يأتي إلى مدينة حلب ليوهم المجتمع الدولي وحاضنته الموالية بأنه ما زال هو الذي يسيطر. بشار الأسد يا سيدي الآن هو ليس رئيس دولة، رئيس دولة صوريا، وإنما من حيث الواقع هو زعيم ميليشيا. يعني في سوريا هناك أربع سلطات أمر واقع، هو كغيره من باقي السلطات يسيطر على منطقة محددة، وهذه المنطقة أيضا ينازعه السلطات فيها الإيرانيون، الميليشيات الإيرانية والروس. هكذا يتصرف بشار الأسد داعيا إلى ربما تلميع صورته، متوهما أنه يمكن أن يعاد تعويمه من قبل الروس، وخاصة كما ذكرت أن هناك بعض المساعي للأطراف العربية، وهناك أيضا رؤية روسية دافعة بقوة لإعادة إنتاجه من جديد. صناع المحتوى يتجولون بين الدمار غير آبهين بمأساة السوريين، يعني إلى أي مدى استطاع النظام شراء ذمم الغرب المدافع عن الحقوق والحريات؟ يا سيدي يعني لعلنا لا نبالغ إن قلنا أن الدفاع عن الحريات والحقوق يعني ليس يعني هو ينسب إلى الغرب، ولكن للأسف المصالح هي التي تتحكم. تصور أن هذا الغرب الذي يدافع عن الحريات وعن الحقوق، كل الدول الغربية ما زال سفراء نظام الأسد فيها، وما زال هو الرئيس، ولم تعد إزالة بشار الأسد يعني هو كمجرم حرب لم تعد إزالته هما لكل المجتمع الدولي. لا أحد يفكر الآن بمأساة السوريين، وما زال بشار الأسد يشن حرب وحرب الإبادة على السوريين. الخارجية التركية أستاذ حسن، الخارجية التركية قالت أنها ستواصل دعم المعارضة السورية وهيئة التفاوض لإيجاد حل سياسي عبر مساري أستانا وجنيف. نظام الأسد هو من يتحمل مسؤولية استمرار الأزمة، إلى أي مدى ترى ذلك يعني صحيحا فعلا؟ يا سيدي الكريم، منذ عام 2012، منذ أن صدر قرار جنيف 1 في حزيران عام 2012، والعالم كله يقول يجب أن يتم تحقيق حل سياسي في سوريا على أساس القرار، قرار جنيف 1 ثم القرار 2118 وكذلك القرار رقم 2254 الصادر 2015. ولكن أيضا العالم على مدى 11 سنة يشهد تماما أن بشار الأسد لا يمكن أن يدخل في عملية تفاوضية جدية
وأن الحل الوحيد الذي يعتمده هو الحل الأمني. ربما الحقيقة التي يعرفها السوريون قبل غيرهم أن نظام بشار الأسد لا يمكن أن يقدم حل سياسي، ولا يمكن لهذا النظام المجرم أن يكون جزءا من الحل، هو دائما أصل المشكلة. الدول تتكلم بمنطق مصالحها، وكما قلت قبل قليل لم تعد إزالة النظام هي هم أساسي، إزالة النظام يبقى أن تكون هي مهمة سورية. وفي ضوء ضياع القرار الوطني وتماهي المعارضة السورية مع الأجندات الخارجية، فيبدو أن الشعب ترك وحيدا، ولكن ربما استطاع الشعب أن يحافظ على ثورته كما وجدنا اليوم في المظاهرات التي ظهرت في الشمال السوري. ولكن ما يحتاجه السوريون هو القيادة السياسية، ما يخذلهم. طيب حسن، نعم، الائتلاف الوطني طالب باتخاذ موقف عربي يكبح جماح إيران في سوريا، إلى أي مدى ترى ذلك ممكنا؟ يعني أن يكون هناك حراك ما لوقف هذا التمدد الإيراني؟ لا أعتقد، يعني كل الاستراتيجيات العربية حيال إبعاد إيران من سوريا هي بصراحة حتى الآن هي عقيمة، لأن الكل يظن أن احتواء الخطر الإيراني يتم عبر إقامة علاقات مع إيران أو التقرب مع نظام بشار الأسد، ولا يوجد حتى الآن منظومة أمن أو أمن عربي قومي من تتوجه للمواجهة أو لدرء خطر إيران. هذه المنظومة غير موجودة، مواجهة إيران تستدعي قطع أذرعها بالدرجة الأولى، وقطع أذرع إيران سواء من لبنان أو في سوريا إنما يعني تكمن في دعم ثورات الربيع العربي، دعم الثورة السورية، دعم شعب لبنان لتجريف آثار من لبنان. من يتوهم أو من يعتقد أن بشار الأسد يمكن أن يبتعد عن إيران فهو يتوهم، فالعلاقة بينهما هي علاقة عضوية، وطالما أن نظام بشار الأسد موجود فإيران موجودة، والسبيل إلى تجريف الأثر الإيراني إنما تتم بإزالة هذا النظام. من غازي عنتاب، الباحث السياسي السوري الأستاذ حسن النيفي، شكرا جزيلا لك.